الساعه كتشي 11:27 دقيقه على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. رجعنا لكم مستمعينا وغادي نمشيو مباشره لشيوات لالا مولاتي. اليوم غادي نتواصلوا مع المستمعه الوفيه جدا سعاد من تيزنين ونتعرفوا على اهم الاقتراحات والشيوات اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير سعاد. صباح النور سنة. كي صبحتي على خير؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك بارك الله فيك. تحيه لك وتحيه لسميحه وجميع الطاقم وجميع الاخوات اللي كيتبعوا ميد راديو. مرحبا بسلامك لاله اختك علينا. شكرا. مبروك عواشركم ورمضان كريم. احنا وانتم ان شاء الله. شكرا. تفضلي سعاد. ان شاء الله غادي نبداو سنة بواحد الكريب كي بصلصه البيشاميل وكيدخل الفران. ايه واخا. مالح. عندنا ان شاء الله 160 غرام ديال الدقيق فورص. ايه. وعندنا جوج معالق ديال الزبده. ديدي. وعندنا ثلاثة ديال البيضات. وعندنا قبيصة ديال الملح. وعندنا نص سيترو ديال الحليب. كنخلطوا هادشي كلشي في الخلاط الكهربائي وكنضربوا به مزيان. وكنخويهم ان شاء الله في واحد السوبيرة. كنخليهم يرتاحوا واحد خمسة ديال الدقائق. صافي وكنطيبوا الكريب ديالنا عادي كما الطريقه اللي كان راه الكريب راه باين ملي كنخويو المغيرفه في المقله اللي ما كتلصقش كندورو بحال ما هكا باش تدي علينا وصافي وكنقلبوها ثاني على الوجه الاخر حتى كيطيب لينا داك الكريب حتى كنكملوا داك العجين اللي عندنا. كيكون عندنا واحد صدر ديال الدجاج كنزيدوا عليه شويه ديال الثومه شويه ديال سكينجبير شويه ديال الابزار شويه ديال القزبر والمعدنوس وشويه ديال الخرقوم والمليحه والبصله مشلضه وكنزيدو عليهم واحد شويه ديال الزبده والصدر يكون مقطع طريفات يكونوا صغار. ايه. وكنشحروه في المقلاه حتى كنشحروه مزيان حتى كيطيب وكنشدو داك الكريب ديالنا كنسرحوه ونبداو نهزو الحشو وكنديروا على شكل طولي فوق هذا وكنديروا على رولو. ايه. وكنشدوهم وكنقطعوهم دوائر على شكل بحال الشنيك. ايه بحال الشنيك. صافي وكنديروهم في واحد المول كندهنوه شويه بالزبده وكنستفوا دوك الكريب كلشي كنستفوه في ذاك المول ونزاحموهم نحاولوا نزاحموهم شويه. أيه. المول اللي كفى لنا هاد الكريب وكان تكون عندنا صلصه البيشاميل تكون ثقيله شويه. عندنا جوج معالق ديال الدقيق الفورص. ايه. وجوج معالق ديال الزبده دايبه نحركوهم مزيان فوق النار وعندنا قبيصه ديال الملح قبيصه ديال الليزار وعندنا نص ايطرو ديال الحليب وعندنا شويه ديال الكوزه كنخلطوا وصلصه كتكون عندنا ثقيله شويه. ايه. صافي كنخلطو مزيان وكنخويوها فوق داك الكريب اللي هو راه حنا استفناه فيه من الفوق. صافي وكنخويو عليه وكندردرو عليها الفرماج من الفوق وكندخلو من الفران حتى كيتحمر لينا داك الفرماج اللي من الفوق. صافي وكنخرجوها ونخليوها تبرد شويه وكنقدموها بالصحه والراحه. ايه الله يعطيك الصحه الطريقه سهله. ايه. بالنسبه لهاد الكريب. ايه. ان شاء الله عندي واحد البريوش معمر انا تعمدت باش نعطيكم شي حاجه مالحه. ايه. معمر بالحشوه مالحه. عندنا نص سيترو نص كيلو ديال الدقيق الفورص وعندنا قبيصه ديال الملح وعندنا واحد ياغورت مسوس وربعه د المعالق ديال الزيت عادي والخميره ديال الخبز. شي اللي عندنا وكنجمعوا بالمدافي. واخا. كنجمعوا بالمدافي حتى كتولي لنا العجينه لينه بحال الشكل ديال البريوش. في العجينه ديال البريوش قلتي لنا نص كيلو ديال الدقيق الفورص. إيه. وقبيصه ديال الملحه. إيه. واحد ياغورت مسوس. إيه. وربعه المعالق كبار ديال الزيت وشويه ديال الخميره المعجونه ونجمعوا بالمدافي. هذا بالنسبه للعجينه اللي عندنا وكنخليوها ترتاح. إيه. كنخليوها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه وكناخذوا داك البريوش كنقطعوه على الشكل اللي بغينا. انا بعد مرات كنديرهم على شكل بحال الشكل ديال البانيني بعد مرات. إيه. كنبفرهم كنديرهم على شكل بصيره مدرسات ولا شكل كوميرات على حسب. إيه. شنو بغينا كنديرهم على شكل كوميرات يكونوا صغيورين فرضيين. إيه. كيجيو منظمين وكيجيو زوينين. كناخذوا تكون عندنا الكفته متبله. إيه. توابل عاديين ديال الكفته. إيه. ديال العطريه والعطريه متبلين بالتوابل وبهذا ومعاهم معاها البصله ضروري معاها البصله. إيه. كشويه الزيت. تقريبا واحد الرابعه ديال الكفته متبله وفيها واحد جوج بصلات
محكوكين ومشحها شويه فوق النار. كنخليه حتى كتبرد وكناخذ الطريف ديال العجينه كنطلقوه بالدلاك شويه على شكل طولي بحال شكل ديال البانيني، وكنشدوا ديك الحشو وكنسرحوها، ناخذوا تقريبا قياس واحد جوج معالق كنديروه كنروليو، كنديروا عسكر روليو وكنحطوا في الطاوه. وملي كنساليو كندهنوا لهم الوجه ديالهم بالبيض، وكحتى كيقربوا شويه يطيبوا ويقربوا هذا، وكندردروا عليهم شويه ديال الفرماج على الوجه ديالهم. كيجيونا رائعين فعلا، يجيو لذات بزاف الفطور. ايه عندي انا واحد الدجاجه معمره ان شاء الله. ايه بالروز، غادي تجربوها غادي تعجبكم تجيكم رائعه. ايه ان شاء الله. الدجاجه تكون في وسط قياس تقريبا واحد جوج كيلو. غادي نكونوا غاسلينها، وتكون ضروري تكون بيتة عندنا بلا المجمد غير في الثلاجه عاديه. وغاسلينها مزيان بالحامض والملح والسكنجبير ومسقطرينها، وكتكون عندنا لا غد ان شاء الله. غادي ناخذوا كاس ونص ديال الرز عادي، غير الرز العادي ماشي الرز ديال داك الكلاس العادي، كنكون مغسول وكنديروه فوق النار كنطيبوه نص طيبه، وكنزيدوا عليه تقريبا نص معلقه ديال القرفه. ونزيدوا عليه واحد جوج معالق كبار ديال السنيده، ونزيدوا عليه تقريبا واحد ثلاثه معالق ولا اربعه ديال الزبيب يكون مغسول، نزيدوا على داك الرز الرز والقرفه 100 وسنيده إيه، وقبيصه ديال الملح. وغادي يكون عندنا تقريبا واحد ثلاثه معالق ولا اربعه ديال اللوز يكون مسلوق ومقشر ومقلي ومطحون. حتى هو نزيدوه ملي داك الرز نحيدوه من فوق النار، وراه هو غادي ينشف صافي ويشرب الماء ديالو ينشف، كنزيدوا عليه داك اللوز وكنخلطوا، كتكون الدجاجه ديالنا مشرمله بالملحه والزار وبسيليسا وقعقله والثومه والخرقوم والقزبر والمعدنوس، وواحد النص ديال الحامضه تكون مصيره ناخذوا ليها البابه ديالها تكون مشرمله بها، واحد رويس ديال معلقه ديال السمن. ولا كانوا عندنا شي زغيبات ديال الزعفران الحر يكون احسن. صافي تكون مشرمله عندنا ديك الدجاجه، نخليوها في هاد الشرموله تقريبا واحد الساعه على ما يبرد لنا داك الرز وداك الشيء، وكنعمروا هذيك الدجاجه بديك الحشوه ديال الرز، وكنخيطوها وكنحطوها في الطنجره ديالنا، كنزيدوا عليها البصيله والتوابل عاديين ديال الدجاج، البزار والسكنجبير، ونزيدوا عليها تقريبا واحد شويه ديال الزيت. صافي وكنحطوها على الصدر ديالها، وما نسدوش عليها ما نسدوش عليها في الكوكوس، كنخليوها عاديه كطيب. صافي كنبقاو كل مره كنطلعوا عليها، ملي كطيب الدجاجه كنهزوها نسقطروها وكنديروها في واحد الطاوله اللي غتدخل لنا الفران، وكندهنوها بشويه ديال الزبيده خلطه مع شويه ديال التحميره، وكندخلوها للفران حتى كتحمر. وكتكون عندنا ديك لاصوص اللي بقات كنخليوها فوق النار حتى كتوقف. كنزيدوا الا بغينا نزيدوا ليها شويه ديال الزيتون ولا هذا، وكنقدموها بالصحه والراحه معمره الدجاجه بالرز، كتجي رائعه تبارك الله. معمره بهذ الحشوه اللي كتجي حلوه شويه مع داك الزبيب والسنيده. الحشوه راه كتجي حلوه على طريقه الحلاوه. واخا تبارك الله عليك الصحه. واحد العصير. اييه واخا تفضلي. عندنا ان شاء الله غادي نختم به. عندنا واحد العصير ديال الكرموس ديال الشوك، راه تبارك الله دابا راه موجود وراه مهم اييه فعلا كله فوائد. عندنا تقريبا واحد سته ديال الكرموسات يكونوا طايبين. يعني سته ديال الهنديات ياك؟ هي الهنديات هي. كنديروهم في الخلاط وكنزيدو عليهم تقريبا واحد جوج كيسان ديال الماء. وكنطحنوهم نضربو بهم حتى كنطحنوهم، وكناخدو نصفيوهم. صافي كنصفيوهم كيحيدو دوك العظيمات كلشي كيحيدو. وكنردو هذاك الماء هذاك العصير ديالنا كنردوه للخلاط، كنزيدو عليه واحد تقريبا شي ثلاثة الكيسان ديال عصير الليمون، وكنزيدو عليه شي ربعه ديال الخوخات يكونوا مغسولين ومقطعين طريفات، وكنطحنوه. صافي وكنزيدو السنيده على حساب المقياس. لو على حساب المقياس، وكنقدمو عصير ديال الهنديه كيجي رائع. يعني كنطحنو الهنديه ومن بعد نصفيوها، وعاد نضيفو ليها ثلاثه الكيسان ديال عصير ديال الليمون وربعه ديال الخوخات ياك قلتي لنا مغسولين مزيان ومطحونين. الخوخ مع الليمون وسنيده. داك الماء ديال الهنديه هو اللي كنطحنو معاه العصير، نزيدو معاه المسائل الاخرين. صافي وكنطحنو السكر على حساب الذوق. وبالصحة والراحة سنة. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك، مشكور على هذه الاقتراحات الرمضانية اللي وجدتي لنا اليوم، وأكيد المستمعات راه سجلوا معنا المقادير والطريقة.